يضرب استقلالية القضاة واللي يضرب حماية حقوق وحريات التوانسة في الصميم، لأنه يجعلنا القضاة مطوعين لإرادة رئيس الجمهورية، يخدموا تحت سيف الطرد المباشر من رئيس الجمهورية إذا كان يعني ما خضعوش للتعليمات المباشرة التي يصديها رئيس الجمهورية في الملفات، كما تعرفوا على الملأ من في ملفات يعني هي مطروحة الآن في هذه المرحلة السياسية، والسيد رئيس الجمهورية يعطي فيها تعليماته بصفة مباشرة يعني في الإعلام وعبر التلفزة وعبر شريط أنباء ثامنة أو عن طريق السيدة وزيرة العدل والفصل 23. يعني هذا المرسوم لابد أنه يلغى، لأنه ضرب حماية الحقوق والحريات في الصميم وجعل من القضاة قضاة مطوعين، قضاة مروعين يخدموا تحت حد الطرد المباشر من رئيس الجمهورية.